وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السفير طه عبد القادر، سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين. أهلا بك في نشرة أخبار ثالثة. وتؤكد مملكة البحرين دائما في كل المحافل الدولية أهمية دعم ومناصرة القضايا العادلة وبالأخص القضية الفلسطينية، فكيف تقرأ هذا الدعم أستاذ؟ يعني هذه القمة 33 التي تستضيفها مملكة البحرين كما قال جلالة الملك وسمو ولي العهد ومعالي وزير الخارجية وكل القيادات في مملكة البحرين الشقيقة، تؤكد باستمرار أن هذه القمة ستكون القضية الأبرز بها هي القضية الفلسطينية. هذه القمة التي تعقد في ظل ظروف خاصة وفي ظل ظروف حساسة في مملكة البحرين، أعتقد أن كل المؤشرات ومؤشرات قوية تؤكد بأن هذه القمة العربية ستنطلق يوم الخميس، وبإذن الله ستكون من القمم المميزة والناجحة لما تتمتع به مملكة البحرين من علاقات مميزة وعلاقات عربية مع كافة الدول الشقيقة العربية، وما لمملكة البحرين ولصاحب الجلالة العلاقات من علاقات دولية، وخاصة أن مملكة البحرين معروفة أنها مملكة السلام، مملكة التعايش ومملكة المحبة. صاحب الجلالة المعظم لم يألو جهدا في يوم من الأيام إلا وكان يؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية ليس فقط لمملكة البحرين إنما لكل الأمة العربية والإسلامية. والمواقف التي يؤكدها صاحب الجلالة في أكثر من مجال وفي أكثر من محفل دعما سياسيا وماديا، تؤكد أن القضية الفلسطينية تعيش في قلب ووجدان صاحب الجلالة. صاحب الجلالة الذي منذ العدوان في اليوم الثاني على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر أعطى توجيهاته السامية لسمو الشيخ ناصر الذي بادر بجمع التبرعات وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية وسيارات الإسعاف والمستشفيات المتنقلة التي وصلت إلى أهلنا في غزة منذ الشهر الأول. هنا أيضا لا ننسى الشعب البحريني الشقيق وجمعياته السياسية والأهلية ومجالسه، الشعب البحريني بكل أطيابه، هذا الشعب الطيب الرائع المميز الذي نعتز به من القلب، ونعتز بالعلاقة التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والبحريني منذ الثلاثينيات والأربعينيات، منذ أن زار صاحب العظمة مدينة القدس عام 1936 وزارة إذاعة القدس. نتذكر الوفود الفلسطينية التي وصلت إلى مملكة البحرين منذ الخمسينيات. هذا يؤكد أن العائلة الكريمة، عائلة آل خليفة الكرام، منذ الأربعينيات والخمسينيات، منذ صاحب العظمة إلى المغفور له صاحب العظمة السيد عيسى رحمه الله، صاحب الجلالة الملك حمد وصاحب السمو ولي العهد، هذه العلاقة في قلب كل القيادة الرشيدة لمملكة البحرين. نعم بلا شك سعادة السفير طه عبد القادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.